لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. لا زالت آلة الإعلامية الجزائرية تواصل حربها الزائفة على المغرب بنشر تقارير تتضمن معلومات غير صحيحة، وآخرها نشرت وكالة أنباء الجزائرية الرسمية خبرا بعنوان الاتحاد الإفريقي ووزراء الدفاع يصادقون على وثيقة تسمح باستخدام القوة لتحرير دولة محتلة. الخبر لا زال منشورا على موقع الوكالة الجزائرية للأنباء، وقد اعتمدت في نقلها للخبر على مصدر وصفته برئيس الوفد الصحراوي البشير مولود أحمد الذي شارك في الاجتماع الاستثنائي الثالث للجنة الفنية المتخصصة في الدفاع والسلامة والأمن بالاتحاد الإفريقي المنعقد عن بعد يوم السبت، والذي قال بأن رؤساء أركان جيوش ووزراء الدفاع بالاتحاد الإفريقي صادقوا بالإجماع على وثيقة عقيدة الاتحاد الإفريقي الذي تؤكد استخدام القوة العسكرية ضد دولة تحتل دولة أخرى في إفريقيا. وحسب المصدر المذكور فإن بنود وثيقة عقيدة الاتحاد الإفريقي التي صادق عليها رؤساء أركان جيوش ووزراء الدفاع الأفارقة في ختام أشغال الاجتماع الاستثنائي الثالث للجنة الفنية المتخصصة في الدفاع والسلامة والأمن بالاتحاد الإفريقي بشأن دعم عملية السلام في إفريقيا كانت إيجابية جدا وفي صالح القضية الصحراوية. ونقلت وكالة أنباء الجزائرية عن ذات المتحدثة أن البنود المتعلقة باستخدام القوة العسكرية ضد دولة تحتل دولة أخرى سيتم مناقشتها في الاجتماع القادم للقمة الإفريقية المرتقبة يومين 6 و 7 فبراير. وقد وصف البشير مولود أحمد أن هذا البند يشكل ضربة أخرى لأطماع التوسعية للمملكة المغربية في المنطقة. المثير في الأمر هو أن عند الاطلاع على خلاصات الاجتماع المذكورة وفق الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي للسلام والأمن فلا توجد أي إشارة لهذا البند الوهمي الذي ذكرته وكالة أنباء الجزائرية بناء على مصدرها الذي يبدو أنه تحدث عن آمالها وليس عن الخلاصات التي تم الخروج بها. وقد ركزت خلاصات الاجتماع على الاعتماد على وثيقة تحمل اسم العقيد الاتحاد الإفريقي لدعم عملية السلام والتي تدعو عدد من الأطراف الإفريقية للانخراط وتسهيل تنفيذ تنزيل مخططة عملية السلام التي يدعمها الاتحاد الإفريقي دون أي إشارة لاستعمال القوة أو السلاح ضد ما قالت وكالة أنباء الجزائرية ضد دولة محتلة لدولة أخرى. نشكركم على حسن المتابعة.